من هو عبد النبي بعيوي؟ إنه سياسي عن حزب الأصالة والمعاصرة ورجل أعمال مغربي بارز في عالم الأعمال، خاصة في مجال البناء والأشغال العمومية والعقار. هو مؤسس وصاحب شركة بيوي للأشغال والعديد من الشركات الاستثمارية الأخرى، وهو أيضاً رئيس مجلس جهة الشرق لولاية ثانية، ورئيس المجلس الإداري لصندوق الاستثمار لجهة الشرق، والرئيس الشرفي لمنتدى الجهات الإفريقية، والكاتب العام لجمعية جهات المغرب، فضلاً عن عضويته بالمكتب التنفيذي لجمعية الجهات الفرنكوفونية. برلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة للفترة الممتدة ما بين 2011-2015، إلى جانب عضويته بلجنة البنية التحتية بمجلس النواب، ورئيس اللجنة البرلمانية المغربية اليابانية، وعضو مكتب الفيدرالية الوطنية للبناء والأشغال العمومية، والرئيس المؤسس لمؤسسة بسمة للأعمال الخيرية، ورئيس شرفي لعدد من الجمعيات والمنظمات.